فاضي يومكم؟ موضوع اليوم حروف العربية للصف الرابع الأساسي الجزء الثاني الدرس 27 حرف الواو. مثال على حرف الواو: طاولة، طاولة. كتابة حرف الواو: حرف الواو هكذا تكتب. مثال: ولد، ولد. مثال على حرف الواو: حواس، حواس. صوت، صوت. وجه، وجه. خلاصة الموضوع: تعلمنا كيفية كتابة حرف الواو. الأمثلة على حرف الواو: حواس، صوت، وجه. إلى اللقاء، حتى الدرس القادم.